السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ ميلود الزمري من مدينة وجدة، متزوج، 3 أطفال، حالة ديال الإعاقة، ساكن في حي الصمارة. حالة الظروف ديالي الاجتماعية دابا يعني راني مزير بزاف، عندي كريديات في الحوانت والمعيشة على قد الحال، وطلب من المحسنين يساعدوني. كنت في واحد الباركين الفلوس ديالو قليلة بزاف، يعني ما قديتش نقاوم الحياة. يعني بديت عاوتاني مؤخرا نخدم في هذا الباركين، بصح المادة قليلة بزاف. دوكا الدراري اليوم ما كيقراوش، عندي واحد المشكل تماك، ما بغاش يقرا واحد الولد، عندي مشكل معاه، ما بغيت ندخلو الداخلي وما لقيتش المساعدة. دوكا اطلب من المحسنين يشوفوا في الحال ديالي، وهاد الحالة ديالي كي دايرة، طلبين المساعدة ديالهم يساعدوني في المعيشة. وجزاكم الله خيرا عنا أحسن جزاء.